السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارك جي اس برو في ميزة عن ارك جي اس اللي هو ان هو برنامج واحد، التاني كان اربع برامج وكل شوية تفتح دوت وتسيف وتفتح التاني وهكذا. طيب انا اول ما ببدأ بيقول لي عايز تبدأ ماب ولا كاتالوج ولا جلوب سين ولا لوكال سين. الجميل ان انت لو شغال على واحد فيهم تقدر تفتح التاني بدون مشكلة خالص، او تبدأ من غير تمبليت وتبدأ انت تعمل الحاجات ديت. فانا اقول له ماب، بيقول لي عايز تسميه فين واللوكيشن فين، اقول له اوكي، فبيبدأ يعمل لي البروجكت بتاعي. فمن انسرت ممكن بقى اقول له ان انا عايز نيو ماب، او اعمل له مثلا دي الماب العادية، هقول له انا عايز جلوبال سين. واقول له انا عايز برضو مثلا لوكال، وتقدر تغير الاسم عشان تفرق بينهم. وممكن اقول له لوكال، الجلوبال ميزته ان هو بيجيبها لي كانها شكل كروي بشكل دوت، اقدر اعمل زوم على المكان اللي انا عايزه. كل مشهد من دول اقدر ان انا اسحبه واحدد هيبقى موجود في انهي منطقة، مثلا الناحية دي عشان انا بشوفهم الاتنين في نفس الوقت. ممكن اسحب دوت، اجي هنا اقول له انا عايزه في الجزء الاسفل دوت. لاحظ ان كل واحد فيهم ملوش علاقة بالتاني، يعني انا بعمل زوم هنا ما بيتأثرش، بعمل زوم هنا برضو ما بيتأثرش. فتقدر تعمل زوم على المكان اللي انت عايزه. تمام، ده هنا اللوكال. ممكن تيجي هنا تقول له غير الاسم للوكال، مجرد ان اقف هنا هيجي هنا في الكونتنت المحتوى ده مثلا سين 1. ممكن اجي هنا واقول له بروبرتيز واسميه مثلا ده لوكال، ودي الخصائص بتاعته اقدر ان انا احطها زي ما انا عايز. طيب هنا زي ما انت شايف انا بعمل زوم ما بتأثرش، انا عايز لأ لما اغير في حاجة الباقي يتغير. طيب اعمل الموضوع ده ازاي؟ هروح لفيو واقول له انا عايز اعمل لينك فيوز، فهاجي هنا اقول له انا عايز السنترال بتاعهم يكون واحد، ماشي؟ فكده سنترال واحد، بس في طبعا السكيل مختلف تماما اهو، لكن السنترال لما بغير بيبدا ان هو يتحرك معايا. طيب عشان الموضوع برضو يبقى اجمل، هاجي هنا اقول له لا ده انا عايزك بقى تربط لي السنتر اند سكيل، فكده كلهم هياخدوا نفس السكيل بتاعي. تمام، هو بدا يتحرك، بيبدا يتحرك معايا بنفس السكيل بنفس كل حاجه، لكن طبعا الخرائط فيه اختلاف بينهم. وحتى السهم اللي هو موجود دوت ممكن تحطه يبدأ ان هو يتحرك معاك، يشاور على نفس المكان بالظبط زي ما انت شايف. طيب ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز اقفل ديت، ممكن حتى نقفلها من هنا على طول. تمام، او ممكن اجي هنا. طيب اقدر اجي هنا بقى واقدر اتحكم في المكان اللي انا عايزه بالشكل دوت، حركة اسرع واسهل، اقدر اتحكم فيها بشكل سهل. وممكن اجي هنا وابدا اغير بقى وابدا اتنقل في المشهد، اعمل زوم ان وزوم اوت، تبدا بقى تشوف الخرايط مصر وفلسطين والضفة الغربية، ضفة النهر اللي هناك. بس أتمنى الدرس يكون مفيد إن شاء الله. السلام عليكم.